أخذت البلاد خطوات عملية ملموسة في الحرب ضد العمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو هرام الإرهابية في المناطق الحدودية المتفرقة غربي البلاد. إن هذه العمليات العسكرية التي قام بها أفراد قوات الجيش الوطني ساعدت في تنشيط كافة البؤر الإجرامية لهذه الجماعة ليس في الأراضي الوطنية فقط، بل طالت حتى دول الجوار مثل الكاميرون ونيجيريا والنيجر. كل هذه العمليات المنسقة جاءت بفضل الرؤى الثاقبة لرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بحثا عن السلام واستباب الأمن والاستقرار في الإقليم. وكلفت هذه الحرب الخزينة العامة للدولة أموالا طائلة بالإضافة إلى العتاد والبشر، في حين أنه رغم الهجمات التي تعرضت لها العاصمة نجمينة في السنوات الماضية من قبل جماعة بوكو هرام الإرهابية لم تكن إلا دافعا لزيادة إصرار السلطات العليا للبلاد بالتقدم نحو الأمام لإكمال الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي وضعتها البلاد لمكافحة ظاهرة الإرهاب ولتوسيع دائرة عمليات البحث عن الشركاء لدعم البلاد في المجالات العسكرية. قام رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين نجمين وتل أبيب، وإن عودة هذه العلاقات السياسية سمحت للطرفين بتوقيع عدة اتفاقيات في مجالات متنوعة ومنها المجال الأمني. وبما أن دولة إسرائيل تمتلك خبرات عسكرية عالية لتصدي ضد العمليات الإرهابية، وبلا شك فإن هذه الخبرات والفنيات العسكرية الحديثة للجيش الإسرائيلي سوف يتم نقلها إلى قوات الدفاع والأمن التشادي بهدف دعم قدراته العسكرية في المجالات المختلفة. إن هذا التعاون سيكون له انعكاسات إيجابية في العمليات الميدانية لأفراد قوات الجيش التشادي في الحرب ضد الإرهاب.